السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه حبايبي؟ النهاردة جاية عايزة اتكلم معاكم وارد على شوية من الاسئلة بتاعتكم. كتير ناس بتسألهاني علشان في وسط الفيديوهات بتوه، مش بعرف يعني في ناس مش بتلاقي الاجابة بتاعت الاسئلة بتاعتها. اجيب بس كوباية النعناع بتاعتي. معدتي تعبانة شوية. قبل أي حاجة صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا ترى شغالين في ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي الصبح بدري، صحيت وحاطة كده ايه بطانية كده عشان تدفيني عشان الجو ساقع بره، و ببتدي اشتغل في البونشو ده، بكمله، ده بونشو بكمل لكم الايد بتاعته وهينزل على القناة قريب. يا ترى انتوا شغالين في ايه دلوقتي؟ كل واحدة كده شغالة في حاجة، تقولي شغالة في ايه، شغالة الصبح ولا بالليل؟ ايه احسن وقت ممكن تشتغلوا فيه؟ الاول اول سؤال اللي هو واحدة سألتني، أنا مبتدئة في الكروشيه وعايزة تنزل تشتري خيوط ومش عارفة تشتري خيوط قد إيه. مبدئيا لو أنتي هتشتغلي في الكروشيه تفرق، لو أنتي شغالة لبيتك أو شغالة يعني هتبيعي. لو هتبيعي في ناس بتشتغل بالقطع، يعني مثلا سي أنا دلوقتي هعمل خدادية، هعمل مفرش، هعمل شال، هنزل اشيل الخيوط على قد. بس من ساعة كورونا ومن ساعة علشان السقعة وكده ما ينفعش ان انت تعملي الحركة دي اللي هي تعملي على قد، علشان اسمها ايه، النزول مثلا جاي مطرة كورونا حظر الحاجات دي. فمبدئيا لو انت عايزة تشتغلي وتبيعي ومعكيش رأس مال كبير، هاتي نص كيلو من اي من الحاجات اللي انت هتشتغلي بيها. سواء بقى انت هتبتدي، شوفي انت هتبتدي تشتغلي في مفارش، يبقى هتشتغلي مثلا بخيط صياد، هتجيبي لك كيلو او 2 كيلو تخليهم عندك. لو انت مش محدده المشاريع، لو انت محدده المشاريع طبعا هتحددي كذا مشروع وتنزلي تجيبي الخيوط بتاعتها. لو انت مش محدده المشاريع هتجيبي سي 2 كيلو من خيط الصياد اللي هو القطن، هتجيبي من خيوط الصوف الخيوط الرفيعة، لو انت هتستخدمي حاجة أطفال هتبقى هتجيبي خيوط معالجة ضد الوبر علشان الأطفال والحساسية. مثلا هتشتغلي بطاطين أطفال هتجيبي خيوط هيمالايا أو اليزا، هيمالايا افري داي او اليزا بيركم او الخيوط الصوف. في الوقت عروض نازله كتير على الخيوط اللي هي الاستوكات، كنت وريتها لكم، هوريك الكيس دلوقتي بتاعها. الاستوكات اوريك الكيس اهو، ده انا كنت جايباه من جروب على النت. اسمه فاشن بلس، في منه حاجات كتير جدا، يعني في منه ده خيط قطيفة كنت عملت له كذا مشروع، وده هنعمله بطانية بيبي، البطانية بخيط القطيفة تحفة، ولا فيش أحسن من كده. في منه بقى بيبقى ألوان وأشكال كتير. في استوكات كان الأول جروبات اللي على النت بس مقتصرة عليها، دلوقتي في الموسكي المحلات الكبيرة زي الأشراف أو الحاج احمد عبد الراضي عم نازلين استوكات حلوه جدا اليومين دول. في عروض عندهم على فكره بكام، انا مش عارفه، هحط لكم لينك الصفحه بتاعتهم، خشوا شوفوا العروض. انا كنت هروح والله بس ما المطر مطرت فما نزلتش. عاملين عروض كويسه، الخيوط دي بتبقى سعرها اقل من الستاندرد بس في نفس الوقت خيوط جودتها حلوة. يعني بصي الخيط جودته حلوة زي اللي بالظبط اللي في البقرة، والميزة بتاعتها دي الخيوط مش القطيفة بس، ميزة الخيوط دي ان هي بتيجي 200 جرام او 250 جرام على بعضها، يعني الكيس مكتوب عليه فين فين
كان مكتوب هنا الوزن، بيبقى مكتوب عليه الوزن حوالي 400 جرام او 500 جرام، بيبقى على شلتين اتنين، فما بيبقاش عندك وصلات كتير، وهي دي الميزة بتاعت الخيوط دي. تمام، بيجي بقى منها، في انا جايبه منه خيط هيمالايا، مش جايبه من عند الاشرف، انا جايبه من جروب على النت، بس هو نزل عندهم. في خيوط هيمالايا سوفت اللي هي السميكه اللي عاملين بيها ايس كاب وعاملين بيها حاجات، وفي خيوط اللي هي رفيعه برضو، بس بتعجبني علشان ما فيهاش وصلات كتير. تشتري طبعا مثلا الخيوط الابيض، هتجيبي من نص كيلو، الاوف وايت هتجيبي نص كيلو، ده اقل حاجه ممكن تشتريها عشان تبتدي شغل. ده خيط ناكو، ناكو فيزون، فترته برضو كويسه وفي الغسيل كويس، جربته في كذا حاجه، وسعره مش غالي، ب 16 جنيه الشله. تجيبي نص كيلو ابيض، نص كيلو اوف وايت، اسود لازم يكون عندك، اسود لازم يكون عندك، مثلا درجة من البيجات، درجة من البنيات، درجة من الروزات، درجة أقل حاجة درجة. فأنت في الأول كده هتحتاجي مثلا 3 4 كيلو خيوط علشان تبتدي تعملي، يبقى عندك تنوع. دي في حالة إن أنت عايزة تشتري تبيعي بس، وتحاولي تنقي قطع أو حاجات من اللي موجودة، من الخيوط الموجودة عندك، علشان ما تستهلكيش خامات كتير في الأول. أنا أول ما بدأت أشتغل، طبعا عارفين انتوا عشان مصروف البيت والولاد وكده، ما كنتش بشتري خامات خالص. قعدت فترة بعد ما اتجوزت ما كنتش بشتري خامات خالص، علشان انتوا عارفين بقى ايه المسؤوليات اللي في الاول وكده. بعد فترة عشان ابتدي اشتغل، ابتديت بنص كيلو بس، واشتغل وابيع المنتج اللي انا اشتغلته واستنى فلوسه. كنت بعمل اول حاجة، عملت لكاليك بالدست، يعني المحلات اللي هو اللاكلوك او اسمه ايه البوت بتاع البيت ده، بيدفي، ابيعه المحلات بالدستة. طبعا ما بعليش السعر، بخلي السعر متوسط بحيث ان الناس كتير تطلب يعني وكده. وبعد كده بدأت أحط صور على النت، من على النت، أقول متاح للتنفيذ، بس ألوان الحاجات دي كلها موجودة عندي، عشان اللي يطلب يطلب من الخيوط الإيه الموجودة عندي، ما اضطرش إن أنا أشتري خيوط جديدة. بعد كده حبة في حبة بدأت إن أنا أجيب، يعني أبيع الخيوط، الشغل اللي عندي، واجيب خيوط اكتر. بدأت بقى انوع، وجيت في مرة كان محل عامل عروض، نزلت جبت كمية خيط، يعني جبت ايه حوالي 6 كيلو انصاص، نص نص نص، وبعد كده نروح نازلة مرة بعديها جبت 6 كيلو وهكذا. قعدوا معايا فترة كبيرة مكفيني الحمد لله، لاني طبعا بقى ما بتستخدمي، بتستخدمي حبة من اللون ده وحبة من اللون ده لغاية ما تجمعيهم. بس نصيحة، قبل ما مثلا لو انت هتشتغلي بالطريقة دي، قبل ما تبتدي تشتري خيوط تاني، تحاولي تنسقي الخيوط اللي عندك، اللي موجودة عندك، علشان اسمها ايه، ما تهدريش. يعني انا مثلا سي استخدمت نص كيلو نص كيلو، وجيت مثلا في 400 جرام، في بقت شله من هنا شله من هنا، حاولي تدقي مشاريع تنفع تتعمل بباقي الخيوط اللي عندك، علشان طبعا طبيعي جدا انت بتشتري لون جديد هتلاقي الدرجه مختلفه. يعني انا عندي درجه روز، درجتين المفروض ان هما زي بعضهم بالظبط، ونفس الماركه ونفس الخامه وكل حاجه، بس بتفرق في اللوت. عايزه اوريكم اللوت دي عشان تخلي بالكم منها. بص يا ستي، هنا اي بكره خيط طبعا عليها كام متر، وهتستخدمي ابره كام وهكذا. هنا بصي، ده الكلر، ده اللون، وده اللوت اهو، واضح ده اللوت. اللوت بقى بيفرق في ايه؟ تاني انت جايبه درجتين اوف وايت، درجتين اوف وايت بالظبط، لما بتمسكي شله جنب شله بتحسي ان هما شبه بعض بالظبط، بس لما بتيجي تشتغلي قطعه بتلاقي انا في روز هنا جنبي، سنه اوريه لكم، بصوا دي درجه روز عفوا،
بصوا، دي درجة روز ودي درجة روز ودي درجة روز. في البقرة مش عارفة واضحة لكم ولا لأ، ثواني كده أغير. اهي باينة مش باينة صح؟ ما علينا، اهي هحاول أقربها لكم. بصوا هي في الكاميرا باينة إن هما حاجة واحدة، ولا باينة لكم إيه؟ أنا مش يعني حاسة إن في الحقيقة باينة أكتر. هي فرق طفيف جدا، يعني أنت من بعيد تحس إن هما نفس الدرجة، بس دي غامقة، دي أفتح، دي أفتح حاجة. والتلاتة روز، لما بتيجي تشتغلي بالبقرة بتشتغلي. دي خد هدية جميلة نزلت برضو على القناة، هتنزل على القناة اهي، عاملة لكم طريقة الخد هدية وطريقة الشغل كله. المهم البقرتين يبقوا جنب بعضيهم نفس الشكل، بس ما بتشتغلي بقى قطعة بتلاقي اللون مختلف تماما. هو ده فرق اللوت. فلازم انت بتشتغلي بخيط، انت اشتغلتي بالخيط الاوف وايت اللون ده خلص معاكي، لازم تشتري اللوت. ما تبصيش على اللون، هتبصي على اللون اه طبعا، بس اللوت اهم من اللون، لان مرات بيبقى صبغه مثلا عملوا كميه خط انتاج وبعد ما خلص غيروا حاجة في الصبغة بسيطة، زي ما انت بتيجي تبيضي مثلا وتلاقي عملتي مثلا دربتي لون وتيجي تدربي اخر حبة تلاقي لون مختلف. فهمتي قصدي ايه؟ هي دي الفكرة. فانت لازم تشتري اللوت نفس اللوت، ولازم تنوعي بين الخيط الرفيع والمتوسط السمك والسميك، وعلى حسب انت هتشتغلي ايه. لو انت محددة من اول انت هتشتغلي ايه فتمام، هاتي على طول الخيوط بتاعت المشاريع بتاعتك. لو انت مش محددة هتعملي زي ما قلت لك كده، يبقى احنا اتفقنا هتجيبي مثلا 2 كيلو قطيفه، هتجيبي 2 كيلو خيوط انصاص كده بالنص كيلو، هيعمل معاكي يعني مثلا كيلو الناكو عامل 160 جنيه، في الاستوكات دي بتبقى عامله سعر اقل، فانت حسبة 1000 جنيه ممكن تبدأي مشروع، وهتبدأي ان شاء الله لو انت عايزه تخزني. لكن بما انك مثلا سي انت ما عندكيش اي حاجه وعايزه تبدأي خالص، كل اللي انت محتاجاه بكره خيط واحده، خيط مصري وابره رقم 4، وهتبدأي تتعلمي الاول. بدأتي اتعلمتي كويس، ابدا بقى اجيب على استحياء علشان اجرب السوق حواليا شكله ايه. اجيب مثلا، مثلا هتعملي كوفيه، الكوفيه عايزه شالتين لو مفتوحه، لو مقفوله عايزه شله واحده. هتعملي ايس كاب عايز شله، انت لو تعملي ايس كاب وكوفيه مثلا بخيط رفيع زي اس جي او ليزا بيبس كريم هتحتاجي شلتين خيط. لو انت عايزه خيط بيركم، اليزا بيركم طبعا بيسحب اكتر. لو هتعملي الشال في حدود من 4 لـ5 شلات حسب الغرزة. لو عاملاه بخيط رفيع هياخد معاكي 3 شلات بس اصلا. لو عاملاه بخيط اليزا بيركم مثلا هياخد معاكي الشال المثلث 4 شلات. لو عاملاه وحدات هياخد برضو في حدود من 4 لـ5 شلات، ده لو متوسط. لو مقاس كبير طبعا بياخد خيوط اكتر. اما بالنسبة للجواكت فبتبدأ من 4 شلات، لو هتعملي فيست كات هتبقى 6 شلات، لو هتعملي بكم 7 شلات طبعا لو اطول، هيبقى كيلو. لو عملتي بخيط سميك وعملتي غرزة بتسحب خيط، واحنا في كل الفيديوهات تقريبا بنقول احنا محتاجين خيط سمكه ايه، مش لازم تتأيدي بنفس الماركة، لكن اهم حاجة تتأيدي بعدد الأمتار اللي هو بيبقى موجود. يعني انت مثلا مش لازم نفس الماركة اللي احنا جايبينها، بس علشان تعرفي السمك بتاعها هيبقى مناسب ولا لأ، أو زي اللي احنا اشتغلنا بيه. بصي بيبقى مكتوب لك 100 جرام كام متر. فأنا في الغالب أو الناس اللي بيشتغلوا كروشيه بيقولوا لك ان مثلا الخيط ده حوالي 200 متر أو 300 متر. 300 متر تعرف ان هو رفيع، 350 متر تعرف ان هو رفيع قوي، 200 متر ده متوسط السمك، في بيبقى 100 متر بس ده بيبقى سميك. فهو ده بيفرق من خيط لخيط حسب الشغل. يا رب اكون قدرت ارد على السؤال ده. لو حابين فيديوهات بالطريقه دي ارد على الاسئله علشان تبقى اسئله منفصله
اقدر اجاوب على السؤال يبقى تعرف توصله بسهولة، قولولي وانا اعمل لكم باقي الاسئلة اللي هي مش محتاجة شغل بالطريقة دي. يا رب يكون ان شاء الله خفيف على قلوبكم. قولولي حابين نتكلم في مواضيع ايه تاني، ايه المواضيع اللي بتشدكم وعايزيننا نتكلم فيها علشان تسهل علينا الكروشيه. الكروشيه ده حب وعشق وادمان لا ينتهي في مجالات كتير جدا. حاولي لو انت لسه هتبتدي شغل ما تفتحيش في اكتر من مجال، لانه ده هيستهلك منك طاقة، هيستهلك منك تدوير على موديلات، هيستهلك منك خامات، هتلاقي نفسك محتاسة. ما تفتحيش في اكتر من مجال في نفس الوقت. ابدأي بكوفية وطاقية، ملابس الاطفال مطلوبة، لكليك، شنط، حسب بقى ما انت عايزه بخيط مكرميه او خيط كليم، او خيوط قطن. انا نفسي بفضل القطن، او مثلا احط لها دعامه او مش هحط دعامه، دي حاجه ترجع لك. بس يعني المكرميه بشتغل بيها برضو، بس بحس ان هي بتبقى تقيله جدا، هي لوحدها بتبقى تقيله من غير ما تشيل فيها اي حاجه. والكليم طبعا اتقل واتقل. اشتغلي في سجاد برضو لذيذ، خداديات، حاجات اللي هي ملهاش مقاسات. هتتخصصي اكتر من انت بقى لما خلاص تبقي محترفه اكتر، تعملي حاجات فيها مقاسات. الحاجات اللي فيها مقاسات دي هتشتغلي بالطلب. حطي مثلا على الفيسبوك، في اعلانات الفيسبوك، على جوجل، على الانستجرام، ايا كان، حطي اعلانات لشغلك وان شاء الله ربنا بيرزق. وتلاقي ناس بتخش تسالك ها ده بكام وده بكام، تبقى انت محدده اسعارك من الاول، ما تبقيش لسه محتاره هتقولي السعر ايه على حسب الحجم. طبعا انت بس هتبقي عامله نموذج للشغل وعارفه ان هو مقاس ان سنه هياخد منك خيط قد كده، مقاس ان سنتين هياخد منك خيط قد كده، وعلى اساسه بتحددي السعر. لو عايزين نتكلم في موضوع السعر قولولي في التعليقات، وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو منفصل ازاي تسعري شغلك وازاي تعرفي تقيميه. يا رب اكون خفيف على قلوبكم ويكون موضوع الفيديو فاتكم. لايك وشير الفيديو، وشوفوا بقية الفيديوهات على القناة. البونشو ده مورة الكوش اهو، هينزل بالكم بتاعه على القناة. هو فيه اوريدي البونشو نفسه، هنا ننزل ازاي تعملي له كم، وهنزل الايس كاب بتاعه ان شاء الله. بحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.